يجب أن أنهي هذا الموضوع اليوم. يا الفتافيت في كل مكان، أحدثت فوضى كبيرة. مهلا، خطرت لي فكرة. لن تتسخ يداي بعد الآن، سأعود إلى العمل. عندما أريد رقاقة بطاطا ما علي سوى لف رأسي. هل أكل بدون استخدام اليدين يعني فتافيتا أقل؟ سأتناول رقاقة أخرى الآن. هذه أذكى حيلة توصلت إليها. يدان نظيفتان وسأنتهي من واجباتي في وقت قصير. هذه آخر بلوزة. حان وقت الراحة. أوف، نسيت هذا الجورب. وهذا أيضاً؟ كيف حدث ذلك؟ من أين تأتي كل هذه الجوارب؟ وأين فرداتها؟ أوف، هذا جورب آخر. إنها في كل مكان. لم يعزماني على هذه الحفلة. أتشو! أوه، وجورب أصفر آخر. المعذرة، آسفة، لم أقصد مقاطعة التحدي. آسفة، أحتاج هذه الجوارب. شكراً. أوف، كانت رحلة شاقة. واو، كان يوماً طويلاً. أشعر بألم في قدمي. مهلاً، أنت السبب في تناثر الجوارب في كل مكان؟ توقف عن رمي جواربك! انظر إلى كل الجوارب التي اضطررت لجمعها بسببك! اضطررت للتوقف في أماكن كثيرة من أجلها! أنا آسف، لا ترمي المزيد من الجوارب! حسناً، ماذا عن الوسادة إذن؟ أو في الواقع، أعطني هذا! خطرت لي فكرة ذكية! سأحتاج غطاء الوسادة، وبالطبع مقصي العزيز! حان وقت القص! بهذا الشكل بالضبط! سأفتح سحاب الغطاء الآن وسأثني هذه العلاقة حتى تدخل في فتحة السحاب. سأمرر الخطاف عبر الفتحة التي قصصتها. انظر، ستضع جواربك في هذا الشيء اليوم، مفهوم؟ سأعلقه هنا أمام عينيك في هذا الجراب وليس على الأرضية، اتفقنا؟ تصبح مخيفة جداً أحياناً. أحضرت لنا البطاطا المقلية. مرحى، طبقي المفضل. أو ضعي الكاتشب أولاً. لا يمكن أكلها بدون الكاتشب. يا سلام، كل هذا الكاتشب. يا للهول، ألا تظنين أن هذا كثير؟ كلا، ليس بعد. لا أحب سكب الكاتشب على البطاطا، بل أفضل غمسها فيه. وهذا يعني أني أحتاج إلى مكان لوضع الكاتشب. حسناً، انتهيت من لف الحواف. لدي مكان للكاتشب الآن. أترين؟ صنعت صينية كاتشب صغيرة. لا يهمني. ماذا الشيء على يدي؟ من أين جاء هذا الكاتشب؟ لقد تسرب من الكرتون. هذا فظيع. يا إلهي، البطاطا المقلية على وجهك. أخبرتك أنك وضعت الكثير من الكاتشب. هذا مضحك. من الجيد أن البرجر ما يزال هنا. أوف، هذا أسوأ يوم في حياتي. لا، كمية كبيرة من مناديل الحمام. ابتعدي عني. لم يسبق لي رؤية كابوس كهذا. أوه لا، في الواقع قد تكون مناديل الحمام مفيدة في هذه اللحظة. موت أيها الزومبي، خذ. كيفن في الحمام. هل ستتأخر في الحمام يا كيفن؟ سأخرج حالا. كيفن، هيا. قلت دقيقة واحدة فقط. أحتاج إلى الحمام بشدة. ما الذي أخرك؟
يا إلهي، هل هناك جثة هنا؟ زيوتي العطرية، أحتاج إلى بعض الإغاثة. هذا أفضل بكثير. أتمنى لو كانت رائحة الحمام عطرة. قد يكون هذا ممكناً. بضع قطرات من هذا الزيت العطري ستظل لوقت طويل. هذا يكفي. يمكنكم تسميتي عبقرية الحمام. الآن حان دوري لقضاء الحاجة. لكن رائحة المكان زكية مثل روضة غناء. هذا أفضل بكثير. لم أشعر بمثل هذا الاسترخاء في حياتي. تجاعيد شعر بطول شعر لانا يتطلب الكثير من الوقت واللفائف. أمسكت بك. حسناً، انتهيت من نصف شعري تقريباً. سيبدو شعري رائعاً للغاية غداً. سألفها. هذا جيد. مهلاً، أين بقية اللفائف؟ لا يزال نصف شعري غير مجعد. لا يمكنني تركه بدون تجاعيد. ربما يمكنني استخدام شيء هنا. كلا، لن تعمل هذه المنتجات. ماذا عن الخزانة؟ مجرد حفلة من لفات مناديل الحمام. في الواقع قد تعمل هذه المناديل. أظن أنه يمكنني لف وثني هذه المناديل. خذي بضع قطع مربعة ثم لفيها. تأكدي من تبليل شعرك أولاً، ثم لفي المنديل لأعلى الخصلة مثل ما تفعلين مع بكرة الشعر العادية. لكن يجب أن تكوني حذرة حتى لا تمزقي المنديل. حالما تصلين لأعلى الخصلة، لفي المنديل واربطي طرفيه معاً. ربما توصلت إلى اكتشاف ذكي يا لانا. والآن آخر لفة. أتمنى أن تعمل هذه الحيلة. لن نعرف النتيجة حتى الصباح، لكن حتى الآن تبدو الأمور واعدة. سأراك في الصباح أيتها الخصل المجعدة. هل حل الصباح؟ حان الوقت لمعرفة ما إن كانت الحيلة ناجحة. التشويق يقتلني. لقد بقيت في أماكنها. هذا جيد. حانت الآن لحظة الحقيقة. يا للروعة، الخصلة مجعدة بشكل مثالي. مظهرها جميل. وبكل سهولة أصبحت خصل شعري مجعدة ورائعة. وكل ذلك بفضل مناديل الحمام. أحب تناول الأكل في المطعم، خاصة وجبات البرجر اللذيذة. أوه، على مهلك يا كيفن. من المؤكد أنك التهمت هذا البرجر بسرعة. أوه، هل هذه بطنك؟ يجب أن أذهب إلى الحمام. لقد هضمت هذا البرجر بسرعة. يا للحول، كيفن في منطقة الارتداد ولا أحد يريد أن يكون هناك. لمنع تناثر الماء، جرب هذه الحيلة البسيطة. باستخدام قطعة واحدة من مناديل الحمام يمكنك منع تناثر الماء وارتداده. هذا هو المطلوب. لقد ارتحت. ماذا؟ من هذا الشاب؟ يا ويلي، لا يمكن أن يحدث هذا. هذا مأزق كبير. مرحبا أيها القط. بماذا تفكرين؟ ما الذي يمكنني استخدامه الآن؟ لكن هذه المناسف جميلة للغاية. لا أصدق أني على وشك فعل ذلك. كلا، لا يطاوعني قلبي. وجدتها. لدي الحل. اقطع المنشفة إلى شريحتين بهذا الشكل. ضع الغراء الساخن على حافة الشريحة، ثم اعمل خطاً آخر في المنتصف وآخر على الحافة المقابلة. ضع الشريحتين فوق بعض، وحالما يجف الغراء
أدخل حبلاً رفيعاً بين شريحتين واربط عقدة على أحد الطرفين. علق المنشفة الآن. لن تنفد مناديل الحمام بعد الآن. يمكنك حتى تعليق لفة إضافية في الأعلى. هذه أذكى فكرة خطرت لي. تضطر أحياناً لتلبية نداء الطبيعة في أسوأ الأوقات، مثل عندما تحل واجباتك المدرسية. يمكنه الانتظار؟ كلا، لا يمكنه الانتظار. كان ذلك وشيكاً. وانتهيت. أحتاج إلى بعض مناديل الحمام. لا تسحب قوتي يا كيفن. ماذا؟ أين ذهب الحامل؟ كم أكره هذا الموقف. ماذا سأفعل الآن؟ مهلاً، هذا القلم على وشك إنقاذ يومي. فكر يا كيفن، شغل مخك. في الوقت الحالي سيعمل القلم كحامل للفة. نعم، مناسب تماماً. أترى يلتف القلم مثل الحامل؟ يقوم القلم بعمله حتى تتمكن من. أنت تعرف ما أقصده. أصبح فمي منتعشاً ونظيفاً. يا سلام. لماذا تفعل هذا؟ كما لو أني أحتاج إلى فوضى أخرى لتنظيفها. يا لك من قتل مشاغب. أصبحت هذه اللفة عديمة الفائدة. ما الذي يمكنني فعله؟ لكن ربما يوجد بصيص أمل. وخطرت لي فكرة مثالية. هذه المرة لوفي ربطة الشعر على المنديل. لن يستطيع ويسبرز سحب المنديل الآن. نعم، هذه الحيلة ناجحة. يا لي من عبقرية. لقد اشتريت سترة جديدة للمقابلة، لكن هذا القميص لا يناسبها. وجدتها. لا أرى ربطة عنق واحدة هنا. هذه الربطة مثالية. أردت ربطة واحدة فقط، لكن لا بأس. يجب أن أعلق هذه الأغراض. يا لها من فوضى كبيرة. هل ستكفي هذه العلاقة لها؟ الإجابة هي لا. لا يهم. يجب أن تذهب هذه الأغراض إلى مكان ما. ادخلي هناك. كيفن، ما مشكلتك يا صاح؟ ما كل هذا التعنيف؟ لا يمكنك معاملة ملابسك بهذه الطريقة. حسناً، إن رمي الأغراض علي لن يساعد أيضاً. لكن خطرت لي فكرة رائعة. لهذه الحيلة ستحتاج إلى علاقة ملابس ولفة مناديل حمام أو مناديل ورقية. اقطع اللافة إلى حلقات صغيرة بهذا الشكل. امسك إحدى الحلقات وضع قطرة كبيرة من الغراء الساخن عليها، ثم ألصقها بقاع العلاقة. استمر في ذلك وستصنع هذا النمط في وقت قصير. دعها تجف وانتهيت. ابتعدوا، هناك علاقة جديدة قادمة إلى الخزانة وهي تحمل حمولة ثقيلة. الترتيب يمنحك شعورا جيدا، وأصبح مظهري مناسبا للمقابلة. هل تظن أنك أصبحت خبيرا في مناديل الحمام الآن؟ إذن شارك هذه الحيلة الجديدة مع أصدقائك، وتأكد من الاشتراك في قناة 123GO على اليوتيوب حتى لا تفوت فيديوهاتنا المفيدة والمسلية. يا كيت، شارك الحلوى. يا كيت، أحتاج إلى حلوى في فمي. يا لك من كسول يا جيك.
أهلا، لدي فكرة رائعة. افتح فمك أيها الطائر الصغير. تعمل هذه الحيلة أثناء أخذ قيلولة على الأريكة، وفي أسفل الدرج أثناء أخذ غفوة في السينما. أكثر من حبة هنا. فلتعمل أيضاً أثناء أخذ قيلولة سرية في الحمام. أوه يا تيدي تومكنز، هذا الفيلم مخيف. يا إلهي، لست متأكدة من أن هذا الفيلم مناسب لك يا تيدوارد. أوه، أشعر بالجوع في الوقت الخطأ. سيسد زبادي جوعي. حصلت عليه. تنحى جانباً يا تيدوارد. ياه، إنها نكهتي المفضلة. لحظة، لقد تركت الملعقة في المطبخ. هل يمكنني استخدام إصبعي؟ كلا، هذا مقزز. مضطرة لإحضار الملعقة. مرحبا. إنه وحش. أنقذني يا إدوارد. أوه، إنه نعم، سأخذه. ضاعت إدوارد وليس لدي ملعقة. أشعر بالجوع الشديد. لا يكفي لعق الغطاء. خطرت لي فكرة ذكية. سأطوي الغطاء إلى نصفين، ثم سأفتحه وأخذ أحد النصفين وأطويه إلى الثانية في المنتصف، ونكرر الشيء نفسه مع الجانب الآخر، وسأطوي الطرف. يجب أن أتأكد من أنه محكم. ويا للروعة، تحول إلى ملعقة. ستعمل مثل الملعقة العادية. مرحة، طعمه لذيذ. لقمة ولقمة أخرى. حسناً، هل لا يزال الوحش موجوداً؟ نعم. أوه زبادي، تفضلي. تيدوارد، لقد اشتقت إليك. المعبرة. عاشق السينما. أنت احترسي. آسفة، سأضع الأكل في مكان ما. أوف، أحمل أشياء كثيرة بين يدي. حسناً، ماذا لو جربت هذه الطريقة؟ كم أنت مزعجة. حسناً، لقد فتحته. كيت، هذا سخيف، أعطني إياه. مرري الكرتون فوق ماسة الشرب هكذا، ثم اسكبي البطاطس المقلية على الجانب الآخر. هذه فكرة عبقرية. نعم، أعلم ذلك. الأمر ليس صعباً. سأتناول حبة بطاطس ثم أشرب الكولا. شكراً يا جيك. لا أصدق أن هذا حدث للتو. هذا رائع. تعالي أيتها الرقائق إلى جيك. جيك، توقف، أخرج يدك من العلبة. أوف، انظر ماذا فعلت بيدك العملاقة. لقد اكتفيت من ذلك. حسناً، لا يهم. أحتاج إلى طريقة حتى لا يفسد جيك رقائق البطاطس. سأحضر علبة فارغة وأقص فتحة صغيرة في جانبها. سأحتاج الآن إلى غطاء ومسدس غراء. سأملأ الغطاء بالغراء الساخن. بعد أن أنتهي من وضع الغراء، سأحتاج إلى عصا. سألصقها في المنتصف وأتركها حتى تجف. والآن سأحتاج إلى غطاء العلبة البلاستيكية. سأضيف بعض الغراء الساخن. سأضع الآن العصا على شريط الغراء الساخن. ممتاز! الخطوة التالية، سأدخل الغطاء في فتحة العلبة. سأقلب ثم أحركه إلى قاع العلبة. والآن سأضيف رقائق البطاطس وانتهيت. حتى الفتافيت لذيذة. أحضرت المزيد من رقائق البطاطس. انتظر، لا تضع يديك في العلبة. لقد أجريت بعض التعديلات. ارفعها للأعلى هكذا. واو يا كيت، أنت ساحرة بارعة. أعلم ذلك. تناول بعض الرقائق. سأتناولها بسرور. هل تريدين حبة يا كيت؟ نعم. لنعود الآن إلى الفيلم.
حسناً، من سأختار لي حل المعادلة على السبورة؟ كيت، تعالي إلى السبورة. سأحلها بسهولة. سأحمل الثلاثة للأسفل هنا، ثم سأحرك الأربعة للأعلى، وسأنهي المعادلة بتسعة ممتدة للأسفل. آه، صحيح، عودي لمكانك. ما الذي حدث؟ يا إلهي، أنا جائعة. سألجأ إلى كنزي السري. ماذا؟ الغلاف فارغ. لابد أني أكلتها ونسيت. كلها أغلفة فارغة. تباً، ماذا سأفعل الآن؟ خزنة الحلويات، إنها الحل. تضع المعلمة الحلويات المصادرة هنا. قد أخذت العديد من حلوياتي. لا، إن تمكنت من فتح الخزنة سأستعيد كل حلوياتي. حسناً، حان وقت العمل. سأفتح الخزنة الآن. تباً، لا أعرف رمز المرور. تبدو العملية سهلة في الأفلام. مستحيل، رمز المرور موجود هنا. لكنها مسألة رياضية صعبة. أوف، لماذا أنا ضعيفة في الرياضيات؟ لا أظن عد الأصابع سينفعني. لحظة، لدي هاتفي، باستثناء أني نسيت شحنه. كيت، ماذا تفعلين هناك؟ أوه، ظننت أنك المعلمة. تعالي وساعديني. أوه، خزنة الحلويات، هذا سهل. راقبيني، سأنسخ المعادلة أولاً، ثم سأرسم خطاً هنا وأضع زائداً وآخذ هذه الخانة. سأكرر الأمر على الجانب الآخر. سأحل الجانب الأول الآن، 650، ثم الجانب الآخر. سأحصل على 240. جمع الأرقام المقربة أسهل بكثير. المجموع 890. سنعود للأعلى الآن ونجمع 6 و2، ثم نطرح 8 من 890. سنحصل على 882، المجموع النهائي. وانتهينا، هذا رمز الخزنة. واو، أنت ماهرة في الرياضيات. تعالي إلينا يا حلويات. نجحنا، إنها مليئة بالحلويات. ما الذي يحدث هنا؟ يا ويلنا، لقد عادت. كنا جائعتين جدا. حسنا، سأريكم طريقة حلها. هذا ممل فوق الوصف. يجب أن أكتبها، فقد تأتي في الاختبار. هل أنتم معي؟ حسنا، لننتقل إلى الخطوات التالية. هذا كثير جدا. لماذا تصعب حلها؟ حقاً، مستحيل. كيت، ما المضحك هنا؟ هناك طريقة أسهل بكثير للحل. انظري، سأريك الحيلة السهلة. المطلوب 80%. لذا سأخذ 8. 90، لذا سأضربها ب9. المجموع 72. نفس الإجابة. هل تمزحين معي؟ بهذه البساطة؟ واو، هذا أسهل بكثير. سأشطب كل هذه الملاحظات وسأدون الحل الذي كتبته كيت. أشعر براحة كبيرة. هل تكوين الملابس؟ هل يمكنك كي قميص هذا؟ إنه مجعد بشكل سيء. لا، يا لسوء حظي. يا لانا، أرجوك وأتوسل إليك. لا، حسناً، سأرتديه وهو مجعد إذن. لا، يعني لا يا كيفن. عد إلى الخزانة. هل هذا القميص نظيف؟ أوه، الإجابة هي لا. يبدو مثل القميص الذي أرتديه. لا، يبدو أن القميص المجعد يفوز. مهلاً، قد أتمكن من إصلاحي بنفسي.
أين اختفى؟ هل تحتاج إلى كي سريع؟ ابدأ برش الماء على القميص، ثم شغل المروحة ودع الهواء يقوم بالمهمة. ستختفي التجاعيد بينما يجف القميص، وبعد بضع دقائق سيصبح القميص جاهزاً. عرض رائع، صحيح؟ دعنا نرى كيف يبدو القميص الآن يا كيفن. أصبح خالياً من التجاعيد. شكراً على عدم المساعدة يا لانا. هل تدرس مبكراً يا كيفن؟ هذا الهدوء لن يدوم طويلاً. هل هذا كيفن؟ الكرسي المجاور له شاغر. من ستحصل عليه إذن؟ توقفي! هل ذلك دب؟ إذن هل تأتي مبكراً دائماً؟ هذا رائع! هل تريدين اللعب يا بيلا؟ يمكن أن يشارك أسناني في هذه اللعبة. سأعدل مكياجي وأحمل شفاهي هذا على وشكي أن يساعدني. عند وضعه على الجزء الخلفي من الكعب سيبدو مثل جرح سيء. لقد وضعت الكثير يا لانا. لنبدأ اللعبة. سأراكما بعد قليل في الممر. أنت مضحك يا كيفن. أنقذوني، قدمي تؤلمني. لانا، هل أنت بخير؟ إنه كعب قدمي. أيتها المسكينة، سأكون وسيلة نقلك اليوم. بالنسبة للبعض، القيام بعدة مهام في نفس الوقت أمر شبه مستحيل، خاصة عند استخدام السكاكين الحادة. هكذا. لا. ألو؟ جيد، لا تزالين على الخط. هذه الأرضية تحتاج لفرك جيد. بحذر، ستحتاج إلى إصبع للرد أو أنفك. لا، لا تقع في الماء. أمسكتك، كان ذلك وشيكا. هل هناك أي يد إضافية هنا؟ وجدتها. يمكن لربطة شعر تثبيت هاتفي. عليك سوى وضعها على رأسك. أوه، شكلها ظريف. اتصل بالرقم الذي تريده. وضع الهاتف في الرابطة. قد يبدو شكلك مضحكاً، لكن يا سلام، من الرائع ألا تحتاج لإمساك الهاتف بيديك. يا لك من ذكي يا كيفن. هذا سهل جداً. ديفيد، رتب أغراضك. هناك ملابس متسقة في كل مكان. لا تهتم لأمري. ماذا تفعلين؟ رائحته كريهة للغاية. هل تمازحينني؟ علي غسل هذا. يمكنني وضعها في الغسالة مباشرة. ها نحن دا. الآن يمكنني الذهاب لشراء بعض البقالة. لا أصدق أن أمي فعلت هذا. أوه، وصلتني رسالة. إنها من ماديسون. من الأفضل أن أستعد. ماذا أرتدي؟ هو أجل، هذا أفضل. مهلاً، ما تلك الرائحة؟ أوه، هذه رائحة كريهة جداً. سأرتدي جوربًا جديداً. أين جواربي؟ ليس لدي وقت لهذا. أعني، ما أسوأ ما قد يحدث. إنه مجرد جورب، أليس كذلك؟ أنا مسرورة جداً لأنك أتيت. مهلاً، سأخلع حذائي. حسناً، كنت أفكر. أشعر بأنني لست بخير. ماديسون، يا للهول. أجل، هذا سيء جداً. علي حل هذه المشكلة. أوه، بدأت أمي دورة الغسيل بالفعل. سيستغرق ذلك وقتاً طويلاً. ماذا سأفعل الآن؟ ترى، أعتقد أنني أعرف ما علي فعله. سأضع جوربي في هذا الكيس، ثم سأضيف بعض صابون الأطباق وبعض الماء. من الأفضل أن أتأكد من إحكام إغلاق الكيس. الآن يمكنني وضعه في الميكروويف. سأشغله قليلاً وسيفي ذلك بالغرض. أعتقد أنه جاهز.
أوه، انظروا، جورب نظيف كالجديد تماماً ورائحته الرائعة. علي تجفيفه فحسب. ديفيد، ماذا تفعل؟ أوه، مرحباً يا أمي، هل أنت بخير؟ أجل، أجفف جوربي فحسب، لن أسأل عن سبب فعلك لذلك حتى. علي الذهاب. أنا متعب جداً، أحتاج إلى قضاء يوم لطيف وهادئ. تدعى، ما رأيك؟ يا ديفيد. ها؟ قلت ما رأيك؟ تبدين جميلة. أعرف، إنها ملابس رائعة جداً. تفضلي، يمكنك تناول كوب الزبادي هذا. شكراً، يبدو لذيذاً، هذا ما أحتاج إليه تماماً. أوه، كنت أنسى. كلا، أسقطت بعضه. أعرف يا ديفيد، لقد أفسدت زي، لا يمكنني ارتداء هذا. لا تقلقي، سأتولى الأمر. نحتاج إلى صودا خبز، أعتقد أن الأمر يستحق المحاولة. سأرشها على البقعة وسأعصر عليها عصير حبة ليمون، لن أضع الكثير منه. وأخيراً نحتاج إلى الخل، والآن يمكننا فركه لتنظيف البقعة. سأضع صابون الأطباق على البقعة وسأستخدم فرشاة أسنان لأخلط ما وضعناه. يمكننا مسحه الآن. حان الوقت لتجفيف البنطال الجينز، مجفف الشعر رائع لهذه المهمة. هذا كل ما في الأمر، لقد انتهيت. شكراً لك، هذا ما أجيد فعله. لن تهزمني يا ديفيد، أنا بارعة جداً. أو حقاً؟ كانت تلك ضربة حظ، لنلعب مجدداً. إيفا، انظري إلى بنطالك الجينز. ماذا؟ يا للهول، هناك بقع بسبب العشب. يبدو هذا كعمل آخر لي. سأصب الخل على البقعة، الآن يمكننا استخدام قطعة قماش لفركها. وكالسحر تماماً، اختفت بقعة العشب. أنت بطلي، الآن دعنا نلعب. واو، يبدو مكياجي رائعاً. أعتقد أن علي تغيير ملابسي، ماذا أرتدي؟ توجد خيارات كثيرة. هذا جميل، لكني ارتديت هذا مسبقاً، لا تعجبني هذه الملابس. هذا آخر زي لدي، إنه بسيط قليلاً. أعتقد أنني سأكتفي باختياري فحسب، يبدو جيداً. أوه بربك، كلا، ماذا يحدث هنا؟ إنها كارثة، انظر. هل هذا كل ما في الأمر؟ أهلاً، راودتني فكرة، أعطيني رغوة الحلاقة تلك. يمكنني استخدام هذه لأتخلص من البقعة. سأضع الرغوة على المكياج، ثم سأستخدم فرشاة أسنان لفركها. علي الحرص على إزالتها كلها، ثم يمكنني مسحها بقطعة قماش رطبة، وها قد زالت. ها؟ لقد نفدت رغوة الحلاقة. هل كان ذلك بسببي؟ إيفا، لا أحد، لا شيء يضاهي التنظيف جيداً. أكره أن يكون المنزل مغبراً، نظافة المنزل تعني صفاء الذهن. أها، أخيراً عثرت عليها. أوبس. ها، ماذا لك؟ مرحبا يا أمي، هل يمكنك أن تقرأي لي قصة؟ أنا آسفة يا عزيزي، أنا مشغولة الآن. أوه، لكنني أحب هذا الكتاب حقا. انظروا إلى هذا، إنه فوضوي جدا. أمي، ماما، أمي، انظري إلى ما لدي. على أمك تنظيف يا ديفيد، لكن ذلك ممل، لطالما كنت مسلية. التنظيف مسل، عليك تجربته، ستلمع الأرض قريبا. سأسلي نفسي بنفسي فحسب بهذه السيارة المدهشة. لا تعلم أمي مطلقاً ما سيحدث. ما هذه الضجة؟ كل شيء جاهز، ها أنا ذا. هذا غريب جداً، ستكتشفين بعد قليل. انطلقي، انطلقي، انطلقي. يا للهول، ممسحتي الجميلة لقد كسرت. تعال إلى هنا حالاً. هل علي ذلك؟ حسناً، أنا آسف يا أمي. كيف يفترض بي التنظيف الآن؟ مهلاً، راودتني فكرة، دعني أرى تلك.
ستستعيدها لاحقاً. أعتقد أنني أعرف كيف سأنظف الأرضية. لقد ثبتت رأس الممسحة في السيارة. دعنا نجربها. ستحتاج إلى هذا. واو، حقاً مدهش. هكذا، لا تفوت أي بقعة. نظف هناك يا ديفيد. كنت محقة، التنظيف ممتع. هذا هو فتاي الصالح. هل يمكنني فعل ذلك كل يوم؟ بالتأكيد، أنت موهوب بالفطرة. شكرا لك يا أمي. لقد وصلنا أخيرا إلى بيتنا الجديد. هناك شباك عناكب كثيرة. أمل ألا تكون هناك عناكب. لنبدأ بترتيب هذا المكان. فكرة جيدة. هذا مقزز. كان ذلك صعباً، لكن المكان بدأ يبدو جيداً. لننظف الغرفة الأخرى. تبدو كخطة جيدة بالنسبة لي. كان بإمكانهم دفق ماء المرحاض. هذا مقزز. من الذي كان يعيش هنا؟ لا تقترب لذلك. من الذي سينظف المرحاض؟ كلا، مستحيل. خذها يا ديفيد. حسناً، إن كنت مصرة على هذا أراك لاحقاً. هذا غير عادل. حان الوقت لأواجه مخاوفي. يمكنني فعل ذلك. إنه مجرد بول. أولاً، علي تغطية نفسي جيداً، فلا أود أن يتناثر علي أي رذاذ. لن أرحمك. رائحة سيئة جداً. أهلاً قليلاً، لدي فكرة أفضل. سأضع ورق المرحاض في أنحاء قاعدة المرحاض من الداخل. هكذا تماماً. والآن أحتاج إلى الخل وهذه الزجاجة. سأصب الخل في الزجاجة ثم أثبت الغطاء. سأرش الخل على ورق المرحاض. علي تبليل ورق المرحاض بأكمله ثم يمكنني دفق ماء المرحاض. انظروا إلى ذلك، لا أثر لبقع البول. كنت أعلم أن بإمكانك فعلها. يمكنك أخذ هذا. ستحتاج إليها لتنظيف الحوض. لكن هل يمكننا التحدث عن هذا؟ كل هذه الدراسة مملة. حان وقت استراحة ألعاب ضرورية. أعطيني هذا الشيء. ادرسي. لكن أمي لا تستطيع مصادرة جهاز اللابتوب. أحتاجه للدراسة. أمي؟ لكن مهما كنت ماكراً، ستقبض عليك أمك دائماً بالجرم المشهود. كل ما بقى لي هو هاتفي الذكي. كيف يمكنني إخفاؤه؟ ربما يمكنني تصميم شيء من أقلام التلوين هذه. اقلب هاتفك وباستخدام مسدس صمغ ارسم نمطاً متعرجاً من الغراء على غطاء الهاتف. ثم ضع قلم تلوين على الغراء وأضف كل ألوانك المفضلة. رائع. بسرعة، أمي قادمة. اقلب الهاتف. هل تدرسين أيتها الآنسة؟ واصلي الدراسة يا ابنتي. ولكن ما لا تعرف أمي أني أراسل صديقتي حول حفلة الليلة. ماذا؟ صحيح، اليوم هو اليوم الكبير. يا أمي الحبيبة، ستحب هذه المنفضة التي شريتها لها. لكن ما الذي يمكنني تغليفها به؟ هذا صندوق صغير جدا عليها، والأخضر ليس بالمقاس المناسب أيضا. أترى؟ ماذا عن هذا الصندوق؟ كلا، لا يزال صغيرا جدا عليها. ماذا عن صندوق الكتب هناك؟ يجب أن يكون هذا كبيراً بما يكفي بدون الكتب بالطبع. مستحيل! ألا يمكنني جعل هذا الشيء يدخل في أي صندوق؟ هل ترى هذه الشرطة؟ إنها تشير إلى المكان الذي ستقصه. أوشكت على الانتهاء. أمسك المشرط بحرص وقص على طول الشرطة. الآن اقلب الصندوق ولفه لصنع هذا الشكل. واو،
ثم املاه بحشوة وضع الهدية بداخله. يتسع صندوق للهدية، ستسعد أمي كثيراً. لا تنسي لفه بورق التغليف. عيد ميلاد سعيد يا أمي، افتحيها الآن. واو، هذه المنفضة هي ما أردتها بالضبط. حان الوقت أخيرا لتناول لوح جرانولا صغير، لكن الأم تعرف أن صوت هذا الغناء يعني فوضى كبيرة قادمة في الطريق. يا ويلي، أمي ليست سعيدة. محاولة جيدة يا أعز أم في العالم، لكن سأتناوله. اقلب دعاسة الحمام هكذا، والآن حدد أطراف الشبشب. استخدم قلم خطاط حتى تتمكن من رؤية الخطوط. حالما تقص الشبشب المرسوم، غطه بصمغ ساخن. من الأفضل استخدام نمط متعرج، ثم ألصقه على قاع الشبشب، ولا تنسى الشبشب الآخر. هذه الأرضية على وشك أن تصبح نظيفة. خطوة هنا وخطوة هناك. سيساعد تشغيل بعض الموسيقى في العملية. أوه، نسيت هذه. وبهذه السهولة أصبحت أرضية المنزل تلمع من النظافة. أوه، يا لك من ابنة صالحة يا جينيفر. تفضلي شبشبك. واو، يبدو عزفك رائعا يا كيت. كل هذا تدريب يؤتي ثماره. الصفحة التالية رجاء. الصفحة التالية رجاء. ماذا؟ هذا كل شيء؟ لابد أن لدي المزيد هنا. أوه، كل هذه الأوراق غير منظمة. يجب أن تكوني أكثر تنظيما يا كيت. دعيني أرى هذا المجلد. بدلا من وضع مجلداتك بشكل عمودي، حاولي وضعها هكذا. أصبح من السهل الآن رؤية محتوياتها. تفضلي. في بعض الأحيان تمتلك الأمهات الحل الأفضل. عزفها رائع، أليس كذلك؟ حسناً، لا يمكن فهم الأستاذ كلارك مان. حاضر اختباراً. نعم، لقد فهمت، لأني مستعد تماماً. يا كيت، انظري ماذا أحضرت. يا إلهي، يا لها من فكرة عبقرية يا جيك. أجل، الهندسة، اللغة الإنجليزية، لدي كل شيء. هذا السبب ترتدي هذا المعطف السخيف؟ يا ويلي، سأصادر هذه القبعة والمعطف. لا، مستقبلي الأكاديمي. لا أصدق أنك ظننت أن هذه الحيلة ستعمل. جيك، يا جيك، لا تقلق، سأساعدك في أزمتك. من حسن حظي أن لدي هذا الحذاء الرائع. سأخرج البطانة. أحتاج الآن إلى قلم. يمكنني كتابة أي شيء أحتاجه عليها، فهي تتسع لمعادلة طويلة حتى. ما الحاجة للدراسة عندما يكون لديك حذاء وقلم؟ ابقي في مكانك أيتها المعادلات، سأحتاجك عما قريب. لن يتمكن أي أحد من كشفي. لا تقلق يا جيك، فلدي حذائي المضمون. ماذا تعطيني حذاءك القذر؟ لن يساعدني هذا الحذاء على النجاح في اختبار الهندسة. لا أقصد الحذاء، بل ما بداخله. هذه المعادلات الرائعة الممسوحة. مالا؟ ممسوحة؟ ما الذي حدث لمعادلاتي؟ لقد زال كل الحبر. كل معادلاتي أصبحت في أخمص قدمي، ومستقبلي الأكاديمي أيضا. توقفي عن الكلام وابدأي في حل اختبارك. لقد ضيعت كل وقتي الثمين في كتابة هذه المعادلات. كنت أعلم أن الوصول إلى الصف مبكراً قرار صعب. لا أحد هنا، لذا حان وقت بدء العمل. لقد جهزت ورقة الغش الصغيرة. سأنسخ الإجابات من هاتفي. لا أستطيع حتى كتابتها بشكل صحيح وهي أمام عيني. لا بأس، فهذا هو الغرض من المحايات. لا، تمزقت ورقة الغش. أتمنى لو كانت هناك طريقة للصقها. مهلاً، هناك طريقة.
أيها الشريط اللاصق، هل يوجد شيء لا يمكنك فعله؟ أهلاً، خطرت لي فكرة ذكية. أولاً، سأحتاج إلى شريحة ورق بنفس عرض الشريط. حان الآن وقت كتابة الملاحظات. لماذا الرياضيات صعبة جداً؟ سأستخدم الآن شريطاً لاصقاً مزدوج الوجه. أحتاج إلى شريط طويل، لكن يجب أن أحرص على عدم تمزيقه من الموزع. سأضع الآن شرائح الورق بدقة على الشريط. ممتاز! كل ما تبقى الآن لف الورقة الملصقة بعناية في الموزع. لقد أصبحت جاهزة. لا يمكن أن يراها أي أحد. عزيزي يا موزع الشريط اللاصق، ستساعدني في الحصول على امتياز. شاهد كل هذه المعادلات الجميلة. واو كيت، لقد وصلت إلى الصف مبكراً. انظر إلى ما أنجزته. كل الإجابات جاهزة. بصراحة هذا أذكى شيء رأيته منك. حسناً، حان وقت رسوبك في اختبار رياضيات آخر. حسناً أيها الشريط اللاصق، لا تخذلني الآن. أنا متحمسة حقاً لهذا الاختبار. ها هو اختبارك يا كيت. شكراً أستاذ كلاركمان. حسناً، لأبدأ العمل. حان وقت استخدام شريطي الصغير في المكان الصحيح. مرحباً يا إجابة السؤال الأول. السؤالان الثاني والثالث أيضاً. بقي سؤال واحد فقط لننتقل للرقم 4. هلاً؟ ما مشكلة السؤال الرابع؟ لا بأس، ابحثي في الشريط اللاصق. هل الإجابة هنا؟ أم هنا؟ أم هنا؟ لابد أنها في مكان ما هنا. كيت، تبدين مثل مومياء. أحسنت يا كيت، غادري الصف الآن. حاضر. يا له من موقف سخيف. حسناً، ستتسابقان على حل هذه المعادلة. سأفوز بكل تأكيد. سنرى. ثلاثة، انطلاق. المسكينة، إنها ترهق نفسها في الحل. لحظة، هل تحل المعادلة؟ لا يهم، يبدو أني سأفوز في هذا السباق. ما الذي تفعله الآن؟ تبرد أظافرها؟ يا لها من سخيفة. هل تأخذ هذا التحدي على محمل الجد؟ قهوة؟ من أين أحضرتها؟ ولو شوكولاتة؟ يا لها من غريبة. سأواصل الحل. انتهيت. ماذا؟ مستحيل، كيف يعقل ذلك؟ لم أحل المعادلة بعد. لا داعي لكل هذا التعب، هناك طريقة سهلة وذكية. سأكتب الأرقام الأولى في الأعلى والرقم الثاني على الجانب. حسناً، 3 × 7 يساوي 21. سأكتب هذا الرقم في هذه الزاوية، التالي 7 × 1. هذا سهل، 7. سأضع هذا الرقم في المنتصف. أخيراً، 4 × 7. الإجابة 28. سأكتبها في الخانة الأخيرة. الرقم الأول هو 2، ثم سأجمع الرقمين التاليين. المجموع هو 1، ثم الرقمين التاليين، 7 + 2 يساوي 9. سأكتب 9 هنا، سأكتب آخر رقم 8 هنا. هذه هي الإجابة، 2198. سأكتب بقلم السبورة هذا. سأبدأ الكتابة الآن. أوه، ما أجمل شعر كيفن، ما أروع حركاته. كم هو وسيم. أوه، يمكنني التحديق به طوال اليوم. أوه، يبدو أنني سرحت. يا ويلي، لا 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 لا، كتبت اسمه ورسمت قلوبا حوله. ها هي المساحة. إنه لا يزول، يا للمصيبة. يبدو أنني استخدمت قلم خطاط دائم.
أوه، سيساعدني كوب الماء. سأخذ رشفة كبيرة. أنا مستعدة الآن. حان وقت الفرك. هيا هيا هيا، لماذا لا يزول؟ لا فائدة، لن يزول أبدا. ماذا سأفعل الآن؟ سأشعر بالحرج للأبد عندما يراه بقية الطلاب. ها؟ ماذا يحدث هنا؟ أجل، أنا آسفة، لا يمكنني مسحها. لا تقلقي، لدي حيلة لحل هذه المشكلة، لكني سأحتاج قلم سبورة كهذا. سأغطي الحبر الدائم بحبر القلم القابل للمسح. يجب تغطية كل خط تماماً. كدت أنتهي، حان وقت المساحة الآن. هترين، تزيل المساحة الحبر الدائم الآن. لا حاجة للفرق. انتهيت، اختفى اسم كيفن من السبورة. يمكنني تنفس الصعداء الآن. يا إلهي، جاء كيفن. نفدت بجلدي في آخر لحظة. لا تقلقي، سرك معي. أريده أن يكون حادا للغاية. هلا، هناك عطسة قادمة. هل يمكنني؟ أتشو! أنا آسفة، أنا مغطاة بنشارة أقلام رصاص. أشعر بالذنب. أو مهلاً، خطرت لي فكرة. أجل، ستنجح بالتأكيد، لن يتكرر هذا الحادث. سأحتاج علبة تيك تاك، سأفرغها من الحلوى وأزيل الغطاء. هذا المكان مثالي للمبراة. سأعيد الغطاء إلى العلبة. يمكنني الآن أن أبري قلمي دون إحداث فوضى. هل يمكنني سؤالك الآن دون التعرض للهجوم؟ أجل، توصلت إلى حل، أترين؟ واو، هذه الفكرة ذكية. هذا الاختبار صعب جدا، حتى الآلة الحاسبة لا تساعدني. ما لم حالتان حاسبتان ناقص آلة حاسبة. ها، سيفي هذا بالغرض، سأنال منك. أجل، الجواب هو واحد. صحيح، لقد حلت المشكلة. أنا أينشتاين المعاصر. أينشتاين، ها؟ يمكنك التفكير في ذلك في الاحتجاز. كلا، يجب أن أخرج من هنا. أكره العقاب. يوم جديد ومهمة جديدة بلا فائدة. أشعر بالملل الشديد. زوي، لنذهب، هيا. أعتقدت أنني لن أنتهي أبداً. لقد انتهيت. أوه، أحسنتي، إليك المهمة الثانية. ماذا؟ مهمة أخرى؟ أراك لاحقاً. لا تتركيني هنا، هذا أفظع يوم في حياتي. وهكذا سأنهي كل شيء. أهلاً، لقد نفد الحبر من القلم. قد استخدمته لآخره. يجب أن أجد قلماً جديداً. لن يجدي هذا نفعاً. ألا توجد أقلام هنا؟ لن ينفعني هذا. أحتاج إلى بعض التسالي. ماذا لدي هنا أيضاً؟ الربطات. في الواقع، ربما سأستفيد منها. يبدو أنني سأنجح في الخروج من هنا بسهولة. مرحباً سيدتي. إن لم يكن باستطاعتي الخروج، فلن تخرجي أيضاً. حظاً موفقاً في النهوض من الكرسي. قلم. والآن ستبدأ المتعة. حسناً، لقد أنهيت كل شيء. بهذه السرعة، لدي مهمة أخرى من أجلك. ما خطب هذا الكرسي؟ لقد علقت، ستدفعين الثمن. لا يهم، وداعا. عودي إلى هنا يا آنسة.
أوه، لا يمكنني البقاء أكثر هنا. المدرسة لا تكترث بنا حتى. أنا أرى كل شيء، لا تعبثي معي. هذه السيدة ترى كل شيء. سخيفة، لا أستطيع. غابي، ماذا حدث؟ أين؟ مستحيل، لقد تركتني بمفردي هنا. مهلا اللحظة، أحتاج إليه أكثر منك. حان وقت الخدع. الآن يمكنني قراءتها بسلام. صارت الأجوبة واضحة الآن. زوي، كنت أنتهي. حسناً إذن، لقد انطلت عليها الحيلة. ليتني في السينما الآن، على الأقل سأستمتع ببعض التسالي. تعالي إلى فمي. ربما لا. تعرف القواعد يا ماثيو، لا يسمح بالتسالي. فهمت. الآن أين كنت؟ يمكنني على الأقل تناول مشروب لأبقى مرتوياً. أنت؟ ألا يسمح بالشرب أيضاً؟ أكره هذا المكان حقاً. سأموت من الجوع. يا له من يوم فظيع. قواعد غبية، على الأقل يمكنني استعمال فمي والكلام. كيف حالك يا صاح؟ سأتصل بك لاحقاً. يا إلهي، لم يتبقى أي شيء. هؤلاء الطلاب لا يفهمون قواعد. لا طعام، لا هاتف، لا شيء. لا بد من أنك تمزحين. ألا يمكنني فعل أي شيء عدا الجلوس هنا؟ ما هذا المكان الفظيع؟ لن أسمح بكل هذا. كل هذه المشاكل جعلتني أشعر بالنعاس. ماذا؟ هل تنام الآن؟ ماذا حدث؟ لا يسمح بالنوم. كيف تلطخت يداي هكذا؟ خطرت لي فكرة، سأبدو كأنني مستيقظ. أترين ما أرى؟ تصبحين على خير يا سيدة. لننجرف الآن إلى عالم الأحلام. إلى أين ينظر؟ لا بأس طالما أنه لا ينام. يجب أن أرسم هذه الزاوية بدقة. مهلا، ماذا حدث؟ كيف انكسر ظفري؟ هذا شنيع. يجب أن أهدأ قليلا، سأستخدم مبرد الأظافر لحل هذه المشكلة. ماذا يحدث هناك؟ أنت تعرفين القواعد، منتجات التجميل ممنوعة. لا أريد أن تصرخ المعلمة علي. من الأفضل أن أؤجل برد ظفري. لحظة، خطرت لي فكرة. أجل، ستنجح بكل تأكيد. سأضع المبرد بهذا الشكل والمسطرة فوقه. سأرسم خطوط قياس المسطرة على طول المبرد من البداية وحتى النهاية. جيد، أضفت كل الخطوط، فسأضيف الأرقام الآن. سأضيفها ليبدو المبرد مثل المسطرة. يجب أن تكون واضحة. انتهيت، يمكنني برد ظفري الآن، كما يمكنني استخدامه كمسطرة. هذا رائع، سأبرد أظافري وأحل واجباتي في نفس الوقت. أوف، كل هذه الأوراق مختلطة، يجب أن أرتبها. أوف، أي أي، زاد الطين بلة الآن. طفح الكيل، يجب أن أحل هذه المشكلة. تعالي يا دباسة. لماذا لا تعمل؟ لا توجد دبابيس، هذا حظي. لحظة، لدي فكرة لحل هذه الأزمة. كل الأوراق مرتبة ومنظمة، سأعمل بالمشرط.
يحتاج شقان هنا وهنا. سأطوي هذا الطرف وأدسه في الشق الآخر. هكذا كل الأوراق مدبسة معا بدون دبابيس. الأوراق مرتبة أخيرا ولن تتفكك. سأذهب للصف. هذه الحصة سخيفة، أشعر بالضجر. سأعود للمنزل. حسناً، من يمكنه حل هذه المعادلة؟ أنا، اختاريني. أنا. أوه، يا لك من محظوظة، يمكنك حلها. كيف يفترض بي حلها بدون آلة حاسبة؟ أنت، ساعديني في حلها. حسناً، يجب أن أصوبها بدقة. الأقلام، استهدفي الأقلام. كيف حدث ذلك؟ هل أنتما وراء ذلك؟ يجب أن ألتقط الأقلام. نعم، نجحنا. أنا قادمة. بسرعة، لنتبادل الأماكن. لا تزال المعلمة ملتهية مع الأقلام. يجب أن أغير مظهري. وأن أفرد شعري أيضاً. انتهيت من المظهر؟ يجب أن أقلد تصرفاتها. انتهيت أخيراً. متى ستحلين المعادلة؟ سأحلها الآن. أول رقم هو 2، لذا سأرسم خطين. الرقم الثاني هو 1، لذا سأضيف خطاً واحداً. الاتجاه الآخر 3 خطوط لرقم 3 وخطان لآخر رقم 2. سأرسم الأقواس الآن. هكذا. النقاط هي التالية: نقطة في مكان تقاطع كل خط. هناك 6 نقاط في هذا القسم، و7 نقاط في القسم الأوسط، ونقطتان في آخر قسم. انتهيت. سأجمع الأرقام معاً. الإجابة 672. انتهيت. حلها سهل. دعيني أرى. واو، الإجابة صحيحة. أحسنتي، رائع. ترتدي الملكات مجوهرات حمراء، صحيح؟ كنت سأرتديه لو كنت ملكة. اتضح أن واقي الشمس يعمل بالفعل إن تذكرت وضعه. التنفس مؤلم. يبدو شكلك مريعاً. يا إلهي، إنه يلسع بشدة. لانا النجدة. يجب أن تبرد على نفسك. أخبري أمي أني أحبها. لا تقلق. لكن ماذا عن قدميك؟ لقد أحضرت الشاطئ إلى المنزل. سيتناثر الرمل في كل مكان. سأحاول الوصول لقدمي. كلا، لا أستطيع. أي؟ هذا الشيء حاد. مهلا، هل يمكنني الاستفادة منها؟ لدي حل لمشكلتك. يبدو أن هذا الشبشب على وشك أن يصبح أداة فرك. اقلب الفرشاة ثم ضع بعض الغراء الساخن على ظهرها. ضع الغراء على كل الجوانب الأربعة ثم ألصقها بباطن الشبشب. ضع بضع قطرات من الغراء على الحافة وألصق جواهر بلاستيكية. يفضل إضافة ألوان كثيرة. كرر العملية على حافة الكعب وانتهيت. فكرة عبقرية. ضع فردات الشبشب في حوض الاستحمام وأدخل قدميك المغطيتين بالرمل. سيذهب الرمل إلى البالوعة مباشرة. يا لها من حيلة فرك مثالية للرجل الكسول. لا شيء يظاهر أقدام النظيفة والمنتعشة. نشعر جميعا بالتعب بعد الحفلات، ويبدو كيفن متعبا جدا. يا للهول، انظر لكل هذه الفوضى. يبدو أنها كانت حفلة صاخبة. بالكاد أستطيع فتح عيني. ماذا؟ لقد نمت كثيرا. كيف سأنظف كل هذه الفوضى؟
حان وقت إخفاء بعض الأغراض. هذا جيد، لا يمكنني تضيع وقتي معها. سأضع المكنسة على أعلى سرعة. ماذا؟ ما خطبها؟ أوه هيا، أوه وجدتها. سأكنسها بالطريقة القديمة. ماذا تلتصق هكذا؟ هذا سيء فعلاً. أشعر أني أزيد الطين بلة. ابتعدي عني، لقد تحول المكان إلى فوضى عارمة. انظروا إلى هذا، في الواقع قد يكون الحل هنا. ألصق شريطاً لاصقاً مزدوج الوجه على المكنسة. أزل الغلاف وابدأ الكنس. انظر كيف تلتصق الأوساخ في المكنسة، تعمل كالسحر. لن تشك أمي بأي شيء. أوف، يجب أن أعود إلى المنزل. صوفيا، لقد نمت جيدا، لهذا يبدو مظهري جيدا. أحتاج غسول الفم بشدة. هل يجب أن أحلق اليوم؟ لا أظن ذلك. مرحبا، سيكون اليوم يومك. مرحبا. هيا استيقظي. أوه. هل تظن أن هذا مضحك؟ يا إلهي، هناك أوساخ على فرشاتي. إنها فرشاتي الوحيدة. دعيني أجرب حيلة عليها. سيعقم غسول الفم فرشاتك. انقعيها فيه لبعض الوقت. إن نظرت عن قرب سترين الأوساخ تتساقط. حسناً، أنت بأمان الآن. هل أنت متأكد من أنها نظيفة؟ حسناً، لا أرى أي شيء، لا أرى أي وسخ عليها. حسناً، ما الذي تنتظرينه؟ بوه، ستيفن! مرحباً أمي. أهلاً عزيزتي. ما المستنقع الذي مشيت عليه للوصول إلى هنا؟ لقد انتهيت للتو من تنظيف الأرضية. هناك طريقة واحدة فقط لتنظيف هذه الفوضى. لو كان بوسع أمي فعل ذلك لما ترددت. يا إلهي، سيكون ذلك مرعباً. كيف أتصرف؟ سيفي هذا بالغرض. أحضر بالوناً منفوخاً. وضع حذاءك المتسخ فوقه أثناء تفريغه من الهواء. حالما يخرج كل الهواء منه، سيصبح لديك واقي أحذية جديد، لأنه يجب علينا عدم توسيخ الأرضية بالوحل. أليس كذلك يا أمي؟ أوه، أكاد أبكي من الفرحة. سأتمكن أخيراً من تجربة لعبة الفيديو الجديدة. ماذا؟ أذيب اللحم المجمدة قبل الساعة 3 مساءً؟ أي بعد 3 ساعات من الآن. حان الآن وقت مواجهة الزومبي. لكن ما سر ألعاب الفيديو الذي يجعل الوقت يمر دون أن تلاحظ؟ لماذا لا يمكنني زيادة مجموعي؟ يا ويلي، هل الساعة 3 الآن؟ لكن اللحم ستقتلني أمي. هل هناك فرصة بأنه ليس متجمدا في الفريزر؟ يا ويلي، يجب أن أسرع هذه العملية. هيا هيا، يجب أن تذوب. هل بدأ يذوب؟ إنه زلق جدا. سأستخدم حرارة جسمي الطبيعية. إنه مثل قطعة جليد. هذا المجفف ينفخ هواء ساخنا، أليس كذلك؟ يا إلهي، هذا لا يعمل على الإطلاق. ربما يوجد الحل أمام عينيك. أحضر قدرا مقلوبا، وضع اللحم المجمد فوقه، ثم ضع قدرا ثانيا فوق اللحم، ثم املأه بماء حار. بعد مرور بضع دقائق ستلاحظ أن اللحم بدأ يذوب. أترى؟ ولن يحدث فوضى لأنه مغلف بكيس. أبعد القدرة بعد مرور بضع دقائق.
وسيكون اللحم جاهزاً للطبخ. يا للروعة! أوه، مرحباً أمي! نعم، لقد تذكرت اللحم! أنقذت نفسي منها! أوه، ما الأمر؟ حفلة؟ أريد أن أذهب، لكن علي أن أغير ملابسي. هل توجد ملابس مناسبة للحفلة مختبئة هنا؟ ماذا عن هذا؟ من المؤكد أنك تصنعين كومة كبيرة هناك يا كيت. عثرت على لبس أخيراً، سأبدو جميلة جداً في الحفلة. أجل، من المؤكد أن هذا الزي هو الاختيار الصحيح. توقفي، هل لديك أي خطط لتنظيف تلك الفوضى؟ ألا يمكنني فعل ذلك عندما أعود إلى المنزل؟ يا إلهي، سأتأخر عن الحفلة. سيستغرق تنظيف كل هذه الفوضى وقتاً طويلاً. ماذا؟ لدي فكرة. علق غطاء وسادة على ظهر الكرسي واسحبه للأسفل هكذا. حالما يصبح ثابتاً في مكانه، ضع ملابسك بداخله، وبعد دقيقة ستصبح الفوضى من الماضي في الوقت المناسب لتراه أمي. من يدري، قد تعيرك حتى مجوهراتها الأنيقة. الترتيب يؤتي بثماره. شكراً، وداعاً أمي. هل يوجد أي شيء في العالم أفضل من ملعقة مليئة بنوتيلا؟ يا إلهي، طعمها لذيذ. لقد شبعت. وإلى المغسلة تذهبين. أوه، لا توجد أم تحب غسل صحون أطفالها. كنت سأقوم بغسلها لاحقاً. مهلاً، هذه ليست صحوني. لماذا ألقيت كل هذه الأطباق علي؟ ظلم. لحظة، ربما توجد طريقة لتسهيل فرك الصحون. لهذه الحيلة، اقطع الجزء الخشن من الإسفنجة وقص إلى قطع بهذه الطريقة. يجب أن يصبح لديك في النهاية 5 قطع. مع قفاز مطاطي ومسدس الصمغ الساخن، ارسم خطوطاً من الصمغ على كل إصبع وراحة اليد. ألصق قطعة الإسفنج الصفراء على راحة اليد في القفاز والقطع الخشنة على كل إصبع. والآن لم تعد المغسلة المليئة بالأطباق مخيفة أبداً. بفضل يديك الإسفنجيتين القويتين، ستوفر هذه الحيلة الصغيرة وقتاً هائلاً في فرك الصحون. أترى؟ وستصبح بطل التنظيف في عيني. أوه، تتطلب هذه اللعبة تركيزي بالكامل. أوه، لا يمكنني إبعاد عيني عنها. حسناً، بسرعة سأمسكه بفمي. هيا. ما هذه الفوضى؟ جيك، استمع إلي. أمي، أنا في منتصف اللعبة وعلى وشك الفوز. نعم، خذ هذا وهذا. لقد نجحت، فزت بالجولة. يا ويلي، هذا سيء للغاية. كم مرة يجب أن أطلب منك إبقاء غرفتك نظيفة؟ كلا، لا أريد أن يحدث ذلك لي. لا لا لا، ماذا سأفعله؟ لقد عادت إلى الكيس. مهلا، ألهمني هذا بفكرة. إن طويت قاع الكيس هكذا، ستصبح الرقائق في أعلى الكيس. أوه، سأعود إلى اللعبة، لكن يمكنني الآن الأكل واللعب في آن واحد. آخ آخ، المدرسة مرهقة للغاية. لقد استنفدت كل طاقتي. سأعتمد على ساقي لدفعي. وصلت إلى السرير. كيف سأصعد عليه؟ سأرفع ساقا واحدة، والآن سأتدحرج على السرير. أوه، لقد فعلت ذلك. لماذا لا تنخلع سترتي؟ يا جيك، كنت أبحث عنك. هذه الغرفة فوضوية. ماذا؟ هل أرى بولد عديم الفائدة؟ علق ملابسك بسرعة. أوه،
حاضر. حسناً، أنا جالس. سأريها. سأدخل العلاقة في سترتي. سأخرج الآن ذراعي الأول ثم الذراع الثاني، وبكل سهولة خلعت سترتي وعلقتها. هذا جيد لما يكفي لي. إلى الرف يا سترة. أشعر بالجوع. أو ما هذا؟ يا كلا، شكراً. سأتحقق من الثلاجة. هناك الكثير من المكونات، لكن لا توجد وجبات خفيفة جاهزة. يمكنني فعل شيئاً مع هذا البيض. حسناً، البيض جاهز. سأحتاج هذه المقلاة وسأكسر هذه البيضة. لحظة، ترك المقال عذاب. كم أكره غسلها، فهو يستغرق دهراً. كلا، لا أريد فرك المقلاة لاحقاً. حسيفة يا بيضة، ستعودين من حيث أتيتِ. ما زال جائعة. لحظة، هذا ورق برشمان. سأخذ ورقة منه وأضعها بعناية في المقلاة. يجب أن أتأكد من أنها مناسبة لها. سأطوي الحواف. حان وقت البيضة الآن. سأكسرها في المقلاة. ممتاز. سأرمي القشرة وسأبدأ في طهي البيضة. سأشغل الفرن وأشاهد بيضتي تستوي. أصبحت جاهزة. ممتاز، انظر إلى ذلك، لقد خرجت مع الملعقة بسهولة. أوه، سيكون طعمها لذيذاً. والآن سألتقط ورق البرشمان وأرميه في القمامة بكل سهولة. لن أضطر لفرك المقلاة. حان وقت الاستمتاع بتناول طبقي. سأفقد عقلي من شدة الملل. أحتاج دفعة من الطاقة. كفي عن ذلك. غابي، هل يجب أن أكرر كلامي مجدداً؟ لا يسمح بالشرب. ها؟ كيف لي ألا أتذكر؟ القواعد هنا كثيرة. سأخذ هذا. فهذه المشروبات مضرة بالصحة على أي حال. وقد سئمت من القهوة. هذا ليس عدلاً. آنسة، لحظة من فضلك. أنا قادمة على الفور. لنتحدث. ستدفع الثمن بلا شك. وسنستمتع قليلاً أيضاً. ستتمنى لو أنها تخلصت من هذا. الكوب رقم 1 بلا قاع يا حبيبي. هل تحب الكوكاكولا؟ ستحصل إذن عليها. أو بالأحرى هذا ما ستضمه. المزيد من السيلوفان. هنا سنضع الغطاء. يجب أن أزيل آثار الجريمة. لن تتفطن إلى وجوده حتى. يجب أن أسرع. والآن لا تتحرك. سيكون كل شيء مثالياً. أتممت المهمة بنجاح. ذلك الشاب عبقري بلا شك. وأنا أيضاً. يبدو كل شيء بخير هنا. غريب، أين الصودا؟ لحظة الحقيقة. تنورتي. كيف؟ لماذا؟ لا تنظري إلي. حسناً، لقد جئت. عظيم. هذه حوالي 100 ورقة. لا أعتقد أنني سأنهي كل هذا. أحضرت لك القهوة يا آنسة، بملعقتي كريمة وملعقة سكر. ماذا؟ أليس هذا لطيفاً؟ تعلم بأنني أهوى القهوة. تفضل. أعطته ورقة واحدة فقط. هيهم. كيف حالك يا فتاة؟ أنت كاذب. هذا ظلم.
سأنال منك على طريقتي. إليك هذا. يا إلهي، أشعر بحال أفضل. مهلاً، هل يمكنني أن أحلم؟ يمكنني على الأقل الانتقام منه، أو بالأحرى سأصب جام غضبي على المدرسة. أوه. مرحباً، كيف حالك؟ حان الوقت، تحب قهوتها، أليس كذلك؟ سأحرص على أنه فارغ تماماً. حسناً، فارغ تقريباً، ستفقد صوابها بلا شك. سيفي هذا بالغرض. يجب أن أتخلص من الأدلة، ثم أذهب. أوه. أنت، انظر هناك. أوه، أنت طريف جداً. وداعاً. قهوتي؟ كيف حدث هذا؟ مقرف. يا لهذه الفوضى. هذه ليست قهوة. ماذا؟ لم أفعل شيئاً. ليس لي. نلت منك. حصة العقاب ممتعة اليوم. الحياة مليئة بالمهام الغسيسة، مثل وضع الأكياس المزعجة داخل صندوق القمامة. سأريك طريقة أسهل للقيام بذلك يا كايت. رغم أنها قد لا تكون الفكرة الأكثر أماناً، إلا أنه يمكنك منع الكيس من الامتلاء بالهواء بوضعه على رأسك أولاً. أترى، مجرد حيلة حياتية أخرى رائعة لمساعدتك على القيام بالأمور بسهولة. مبهرة للغاية، صحيح؟ أفضل طريقة للتهرب من التنظيف هي الانتظار حتى تغادر أمك المنزل. نتفليكس، ها أنا قادمة. لكن قد لا يكون وعاء الفشار هو الخيار الأفضل لمشاهدة أفلام الرعب. يا إلهي، سيتناثر الفشار على كل الأرضية. يبدو أن ليلي ستضطر للتنظيف شاءت أم أبت. أين ريموت؟ سأوقف هؤلاء الزومبي. أوف، كان ذلك وشيكا. أو لا، ستعود أمي إلى المنزل قريبا ولم أنظف أي شيء. مهلا، أعتقد أن ريموت اللعبة قد يساعدني. السيارة اللعبة قادمة للمساعدة. أوه نعم، يمكنني بالتأكيد الاستفادة منها، خاصة إن كان ذلك يعني عملاً أقل لي. لحيلة تنظيف سهلة، جرب ربط شعيرات المكنسة بسيارة مع ريموت كهذه. اربط ربطة بلاستيكية كهذه في مقدمة السيارة. تأكد من ربطها بإحكام، وتأكد من وضع ربطة أخرى على الجانب الآخر. قد تكون العملية صعبة قليلاً، لكن ثق بنا، تستحق النتيجة كل العناء. وانتهيت. لا تنسى قص أي قطعة زائدة من الربطات. واو، هذا ما أسميه التنظيف في عام 2020 يا عالم. لنشغل هذا الشيء. مع هذا الاختراع يمكنك كنس الفوضى في وقت قصير مقارنة بالمكنسة العادية. نعم، عمل جيد، تبدو نظيفة لي. كل ما عليك فعله الآن هو تفريغ القمامة في سلة المهملات. واو، ولا أسهل من ذلك. شكراً لإنقاذ اليوم يا لعبتي. قضاء يوم مريح قد يأخذ منعطفاً حاداً بعد مواجهة مغسلة مليئة بالصحون. يا إلهي، كان يجب علي غسلها في الليلة الماضية. حسناً، لا وقت أفضل من الحاضر، أليس كذلك؟ يا إلهي، غسل الصحون مضيعة للوقت. لكن حالما تبدأ المهمة تصبح الصحون في المغسلة أقل فأقل. إنه الطبق الأخير سيداتي سادتي. أوف، كان ذلك مرهقاً، لكن أعتقد أني جائعة. مهلاً، ما الذي أفعله؟ لقد انتهيت للتوي من تنظيف كل هذه الصحون. لا أريد أن أوسخ طبقاً آخر. إن كنت بحاجة لاستخدام صحن لكن لا ترغب في توسيخ واحد، فإن هذه الحيلة ستصبح حيلتك المفضلة. قبل استخدام صحنك، غطه بغلاف بلاستيكي، ثم اسكب الطعام الذي تريد أكله فوقه مباشرة. أوه، هذه المكرونة تبدو لذيذة. تناول طعامك دون أن يتسخ صحنك بأي بقعة. وعندما تنتهي، ما عليك سوى رمي الغلاف وانتهيت. كان ذلك أسهل بكثير من غسل الصحن، أليس كذلك؟ حسناً أيها الصحن، يمكنك العودة من حيث قدمت. حسناً، يبدو أني مستعدة للخروج. ارتدي
ارتديت قبعتي وأنا مستعدة للخروج، لكن كيف يفترض بي الخروج من هنا ومكنسة كيت الغبية في طريقي؟ أوه، كنت أعرف أن ذلك سيحدث. كيت، في المرة القادمة التي تقومين فيها بالكنس ربما يجدر بك استخدام هذا الحبل. ها؟ ماذا أفعل به؟ فكري في الطريقة التي تعمل بها حقيبة الظهر. حقيبة الظهر؟ آه، فهمت، حقيبة الظهر. قد تحميك هذه الحيلة من السقوط أثناء الكنس. ما عليك سوى لف حبل مطاطي كهذا على كل جانب من المكنسة الكهربائية. حالما تحكم رأس الحبل، مرر ذراعيك عبره وارتدي المكنسة كحقيبة ظهر حقيقية. لن تضطر الآن لترك أي أسلاك خطيرة أثناء التكنيس. أترى؟ أصبحت الأرضية نظيفة. نظيفي يا كيت. هذا المقال رائع. أعشق هذه الأغنية. هاتفي يرن. هلو. أنت تفوتين حفلة رائعة في النادي. ماذا؟ حقا؟ أنا قادمة. سأراك عما قريب. يجب أن أقوم بأشياء كثيرة للاستعداد للحفلة. سأزيل هذه أولا. يجب أن أسخن مكواة الشعر. سأضع المكياج بينما تسخن المكواة. أنا متعددة المهام في وضع المكياج. حسناً، أين أحمر الشفاه؟ هاي، المكواة حارة. هاي، كان يجب علي التصرف بطريقة مختلفة. سأحضر منشفة مقاومة للحرارة ومسدس غراء. سأعصر خطاً من الغراء على كامل الحافة، ثم سأطوي الطرف وألصقه في المنتصف هكذا. حالما يثبت في مكانه، سألصق الجانب الآخر. سأضع خط غراء كما فعلت على الجانب الأول، ثم سأطويه مثل ما فعلت مع الطرف الآخر. ممتاز. يبدو شعري رائعاً. يمكنني الآن إدخال المكواة في هذا الجيب حتى لا تحرقني. أنا مستعدة للخروج. لا أزال أشعر بالنعاس. سيساعد تفريش أسناني على إيقاظي. سأقضي حاجتي وأوفر وقتي. أو ربما من الأفضل العودة إلى الفراش. ما هذا؟ المقعد مرفوع؟ كنت أسقط. أنت تعال هنا حالاً. أنا هنا، ماذا حدث؟ لم ترجع المقعد إلى مكانه. هل أنت جادة؟ أعيد المقعد إلى مكانه قبل أن تجلسي بكل بساطة. لا أريد لمسة. يا إنه مقزز. حسناً، ربما أنت محقة حول رفضك للمسه. مهلاً، ألهمتني فرشاة الأسنان بفكرة. حقاً؟ خذها إذن. سأخذ فرشاة الأسنان ومسدس الغراء. سأضع قطرة غراء صغيرة تحت الشعيرات وألصقها على مقعد المرحاض. ستعمل مثل مقبض لمقعد المرحاض. واو، هذه فكرة ذكية. هذا أفضل بكثير. هذه الفتاة ظريفة. إنها مضحكة. صحيح، نسيت أني في الحمام. لا أصدق أنها وضعت كل ذلك على رأسها. كدت أفتح الدش عليه. كان جهازي اللوحي سيتلف بالتأكيد. الكيس، إنه الحل. سأضع الجهاز اللوحي بداخله. يجب أن أغلقه بإحكام. لكن أين سأضعه؟ تباً، لا يتسع له هذا الرف. مهلاً، آسفة يا روب الاستحمام. أحتاج هذه العلاقة. سأعلقها هنا وأثبت الكيس عليها. ممتاز، سأشاهد الفيديو أثناء الاستحمام. يمكنني الاستمتاع بوقتي حتى في الحمام. أظن أني عبقرية. قطعة من كيك التوت لكما. بالعافية، لم يسبق لي تذوقها. يا أنسة، هل أحضرت المشروب من فضلك؟ طبعاً، كما قلت، بالعافية. كنت أشتهي هذه الكعكة طوال اليوم، لكن لا يمكنني فتح الكولا.
هل يمكننا الحصول على فتاحة علبة؟ يا آنسة، لو سمحتي. يدي تؤلمني. أوف، لدي الحل. رأيت هذه الحيلة على الإنترنت. لا يمكنني فتحها، أحتاج شيئاً أقوى. هل أنت متأكد من ذلك؟ هل تعرف ما تفعله؟ سأستخدم هذا السيف الخارق. على رسلك، هذا يكفي. لقد انتهى وقت اللعب هنا. هذا الألمنيوم قوي جداً. هل انتهيت؟ أو يمكنك استخدام خاتم بسيط. دعني أريك طريقة. راقبني جيداً. ضع يدك على الغطاء واسحبه. واو، حان دور قارورتك. أظن أن السلاح كان خياراً مجنوناً. هل تحتاجان فتاحة علب؟ حسناً، لا حاجة لها. في صحتنا، كانت فكرة ذكية. واو، ستيفن في غاية التركيز. لن تعترض هذه الدهون طريقي للفوز. أحتاج إلى الكافيين. سأنتقم منك أيها الزومبي. سأعود بعد بضع ساعات. منذ متى وأنت تلعب؟ أنا أتحدث إليك يا ستيفن. يا، متى غسلت ملابسك آخر مرة؟ هذا المكان مثير للاشمئزاز. كنت مشغولا باللعبة. يجب أن تنظف المكان. تحب تعكير مزاجي. خذ هذه الضربة. إنها السابعة تقريبا. ستعود لنا للمنزل في أي لحظة. أيضا ستتسع الخزانة لكل هذه الأغراض، صحيح؟ تكويم الملابس في الخزانة أسهل من التنظيف. أو يجب أن أنظف الطاولة. لا أريد أن أكشف نفسي. أو مرحبا يا لانا. يبدو أنه نظف المكان. المكان حار هنا. سأخلع سترتي. هل توجد جثة هنا؟ أوف، يجب أن أخرج هذه الملابس. يمكنني التنفس من فمي، صحيح؟ أوف، هذه الرائحة قاتلة. من لا يغسل ملابسه؟ لحظة، لدي طريقة للتخلص من هذه الرائحة. أولاً، نفتح فوطة صحية. نتأكد من فتح الأجنحة، ثم نسكب قدر غطاء كاملاً من مناعم الأقمشة عليها. وأصبحت الفوطة المعطرة جاهزة. رائحتها عطرة. تلصقها على الخزانة مباشرة حتى تنتشر رائحتها الزكية. أوه، لكن ستيفن لن يفلت من العقوبة. يا ستيفن، أنا أنفض الغبار وأنظف المكان. كم أحب البيت النظيف. يجب أن أطوي هذه البطانية. أوف، طيها صعب بمفردي. ربما إن جربت هذه الطريقة. حسناً، سأنجح هذه المرة. أوف، ما كل هذه الصعوبة؟ طفح الكيل، سأخذ استراحة. فهمت الآن. هناك وحش. هذه أنا، كنت أختبئ من البطانية الغبية التي لا أستطيع طيها. حقاً، يمكنني مساعدتك. ابدأي بفردها على الأرض هكذا. اصنعي طيتين على هذا الطرف ومن ثم على هذا الجانب. انتقلي إلى الطرف المقابل لطيه أيضاً.
اطوي البطانية من المنتصف وأوشكتي على الانتهاء. يمكنك دس هذا الطرف هنا. يا للروعة، بطانية مطوية بشكل مثالي. واو، شكراً على تعليمي هذه الطريقة. كل شيء نظيف الآن. يا سلام. أوه، هذه اللعبة صعبة لكني ممتازة فيها. أحتاج إلى شراب. أين عصيري؟ أوه، ذلك الشرير يلحق بي. أوه لا، سكبت الكولا على نفسي. خذي مصاصة الشرب لتسهيل الأمر على نفسك. أوه، فكرة ذكية. يمكنني اللعب والشرب في آن واحد. أحتاج إلى وضعها في فمي. ما الذي يحدث الآن؟ تعالي هنا. هنا. لا أصدق أنها تحتاج المزيد من مساعدتي. اسمعي، أزيلي مصاصة الشرب. أديري هذه القطعة إلى الفتحة وستتسع لها بشكل مثالي. تفضلي، لن تتحرك من مكانها الآن. كيف خطرت لك هذه الفكرة العبقرية؟ إنها محقة، هذه الطريقة ناجحة. حسناً، حان دور البالونات الآن. ستكون هذه الحفلة صاخبة. يحب الجميع البالونات. هكذا، الكمية المثالية من الهواء. أحتاج إلى ربط. أوف، لماذا هذا صعب؟ مهلاً، تعال، توقف عن الطيران. أحتاجك للحفلة. مرحباً، كيف تجري الاستعداد؟ أوه، آسفة، كنت أحاول نفخ هذه البالونات. حقاً؟ يمكنني مساعدتك في ذلك. هناك سلاح سري في خزانة ملابسك. علاقة الملابس. أعطيني البالون وسأريك الطريقة. لفي الطرف حول أسلاك العلاقة ثم مرريه بهذا الشكل وانزعيه من العلاقة. يمكنك إحكام الربطة الآن. تفضلي. واو، حيلة بسيطة وذكية. ستسهل مهمة نفخ البالونات كثيراً. لنبدأ هذه الحفلة. مرحى، حان وقت الاحتفال. لنرقص. واو، هل لدي وقت لشرب القهوة؟ سأحضر أي شيء على السريع. هل لدي أي أكواب هنا؟ حقاً؟ لكني أحتاج إلى كافيين حالاً. هذا سيء. حسناً، يجب أن أتناول هذه القهوة بطريقة ما. يا للهول، لقد حانت اللحظة. ياه، أحتاج إلى شيء حلو. يقال إن ملعقة من السكر تجعل طعم الدواء متساغاً. يجب أن أشطف ذلك. يمكنني شرب القليل من الماء الدافئ. وبهذه الطريقة يا أصدقاء، يصنع شخص الكسول قهوة لاتيه. عند مشاهدة مسلسل، من الطبيعي ألا تنتبه للوقت. ولصحن البطاطا. حسناً، أظن أني اكتفيت من المقرمشات. لقد عادت لنا من البقالة. كيفن، لقد عدت. هذا جيد. مهلاً، هذا يعني المزيد من البطاطا. لكني لا أريد النهوض من الأريكة. إذا سأرسل أفضل جنودي. لكن من الأفضل أن أرسلهم مع رسالة. ممتاز، سأعيد ملء مخزوني من البطاطا في لمح البصر. وسأرسل لها الوعاء أيضاً. أي؟ ما هذا؟ تبدو كملاحظة. حقاً يا كيفن؟ يا لك من كسول. هل تريد المزيد من رقائق البطاطا يا كيفن؟ تفضل. لانا، قدمك. حسناً أيتها الشاحنة، انطلقي. كانت رحلة سهلة. وصلت البطاطا. ها
هذا حلم كل شخص كسول، لست مضطراً لترك الأريكة أبداً. ماذا أحتاج أيضاً؟ لا أستطيع الذهاب في نزهة بدون ماء، صحيح؟ ما التالي؟ أحتاج إلى سكين. هل سيؤدي هذا الغرض؟ يحتوي على شفرة، لذا نعم. موجود. يبدو أني مستعدة تماماً. ستكون نزهة ممتعة. سأحكم إغلاق الحقيبة. الأعشاب الخضراء والسماء الزرقاء، ها أنا قادمة. يجب أن أرتدي أحذية طويلة لهذه الرحلة، فأنا لا أريد أن تتسخ أحذيتي البيضاء. هكذا. وسأغادر المنزل في الوقت المناسب. هل هذا هاتفي؟ لابد أني نسيت إحضاره. يا للإزعاج. مهلا، هذه الأحذية قذرة، ستتسبب في اتساخ أرضية المنزل وسيقتلني كيفن. هل هذا وحل؟ اذهبي للعيش في العراء إن كنت تريدين العيش مثل الحيوانات. لا أستطيع المجازفة، لكن لا أريد خلع حذائي. مهلا، ماذا عن هذه الأكياس البلاستيكية؟ يمكنني استخدامها لحذائي. لماذا تضطر لخلع حذائك؟ عندما يكون بإمكانك ارتداء كيس، اربط الكيس بإحكام ولن تتسخ الأرضية من حذائك. ألست عبقرية؟ مرحبا يا آدم. عندما تكون في منتصف اللعبة لا تبعد عينيك عن الشاشة ولو لثانية. سأربح هذه الجولة. لماذا أشعر بالعطش اليوم؟ هيا، لا تنفدي مني الآن، أنا عطشان. حسناً، سأذهب لإحضار المزيد. يجب أن يصنعوا علب كولا أكبر. حسناً. أوه، مرحباً أيتها الكولا الحلوة، لن أنفد من الكولا الآن. مهلاً. لا، سقطت علبة يا عالم، وسقط كامل وراءها. أنا بخير على ما أعتقد. أوه، ماذا يفعل هذا هنا؟ مهلاً، خطرت لي فكرة رائعة. أحضر 7 علب من مشروبك الغازي المفضل واجمعها معاً، ثم باستخدام الشريط اللاصق اربطها سوية بهذا الشكل. افتحها الآن واحدة تلو الأخرى، ثم ضع مصاصات الشرب، وأخيراً اجمع المصاصات معاً بشريط مطاطي، ثم اشرب الكولا. واو، فكرة خطيرة، صحيح؟ حسناً، المشروبات جاهزة وعدت إلى اللعبة. هكذا يشرب الوحوش. هيا يا بطبوط، حان وقت الاستحمام. ماذا؟ الباب مقفل، علي انتظار دوري على ما يبدو. أوف، كم ستستغرق من الوقت. أوه، كنت أنتهي. نظافة وانتعاش، أنا مستعدة لبدء يومي. أوف، أخيراً. أوه، حسناً، حان دوري. يا بطبوط، انتبه على منشفتي. هذا ما كنت أريد. أوه لا، الصابون. أي إصبعي. أوه لا، أوف، كان ذلك وشيكاً، كنت سأصاب إصابة خطيرة. صابون غبي، هل تحاول قتلي؟ حان وقت أخذ إجراء جاد. حسناً، لدي إسفنجة ومشرط، سأبدأ بعمل شق في جانب الإسفنجة. حسناً، حان دور الصابون الآن. الإسفنجة رغوية لكنها غير زلقة. سيكون هذا البرجر شهياً. أوه لا لا، المكونات الطازجة هي سر الوجبة. شريحة بندورة، ممتاز. شريحة جبنة. أهلاً، المعذرة، أنا أنظف المطبخ. حسناً، سأعود لتقطيع البندورة.
تنظيف مهمة شاقة. يجب أن أغسل كل هذه الصحون. هوي يا للهول، يبدو السنبور فظيعا. يجب أن أنظف. ها؟ الفرك لا يكفي؟ هذا غريب. ها؟ هل رأيت منظر السنبور؟ هل جربت أن تفركيه؟ طبعاً، لكنه لم ينفع. ليس لدي أي حل آخر. حان وقت وضع الكاتشب على البرجر. أو مرحباً يا كاتشب، اخرج. لا، الكاتشب يتطاير، احترسي. لا، الصنبور، الكاتشب في كل مكان. هل تمزح معي؟ نظفت الصنبور للتو. المعذرة. فأنت تصعب الأمور علي. الصنبور، إنه يلمع. واو، ألف على الكاتشب ذلك؟ أظن أنه سبب لمعانه، لقد أزال الأوساخ. انظر كيف يبدو الآن. وانتهيت من التنظيف أخيراً. تماماً مع موعد الأكل. لقد تأخرت. يجب أن أنهي تسريح شعري. أين مفاتيحي؟ ها هي. ويجب أن أخذ هاتفي ومحفظتي. أظن أن هذا كل شيء. حان وقت الذهاب. كانت ليلة طويلة. ربما سيساعدني الماء بالليمون على الاستيقاظ. كلا، لكنه منعش على الأقل. ربما ستوقظني هذه الفرشاة. ربما أحتاج إلى أخذ قليلة. هذه الفرشاة لا تساعد أبداً. بوزي، يا لك من كلب ضرير. هل تريد أن أمشط شعرك؟ يا لك من كلب جميل يا ضرير. حسناً، لنتمشى. فرشاتي، نسيت فرشاتي. يا ما هذا؟ من أين جاء كل هذا الشعر؟ ماء بالليمون؟ هذا حل مشكلتي. سأعصر المزيد من الليمون في الماء وسأنقع فرشاتي الآن. سأتركها لبعض الوقت. ممتاز، زال كل الشعر. صحيح، لقد تأخرت. رقائق البطاطس هذه لذيذة. ماذا؟ هل نفدت؟ حسناً، انتهى وقت تناول الوجبة الخفيفة. يجب بالتأكيد رمي هذه القمامة. لقد طفحت. لماذا أنا من يرمي القمامة دائماً في هذا المنزل؟ هناك قمامة في كل مكان. يا إلهي، من المؤكد أننا نأكل الكثير من رقائق البطاطس في هذا المنزل. حسناً، لم ينجح ذلك. إن كنت سأرمي القمامة، فهذا يعني أنه سيتوجب علي ارتداء سترة ضخمة وقبعة وقفازات. نعم، لا أريد أن أفعل ذلك، لكن ربما يمكنني العثور على طريقة لتسهيل هذه المهمة المزعجة. واتضح أن كل ما يتطلبه الأمر هو هذا الشيء. اسحب الكيس البلاستيكي فوق أرجل الطاولة المقلوبة. بهذه الطريقة يمكنك تأجيل مهمة رمي القمامة لفترة أطول. ياي، لا أصدق أن 3 سنوات قد مرت على صداقتي مع كيت. ذكرى صداقة سنوية سعيدة يا كيت. شكرا للي. حسنا، تقديرا لصداقتنا ل3 سنوات، أحضرت لك هدية صغيرة. يا إلهي، هذا لطف منك. قبل أن تفتحيها، أحتاج للذهاب للحمام بسرعة. لا، لقد نسيت تماماً إحضار هدية لها. لن ينفع، لكن هذا سينفع بالتأكيد. كل ما أحتاجه هو ربطة شعر مطاطية وأنا جاهزة للبدء. إن كنت بحاجة إلى هدية في آخر لحظة، فجرب هذه الحيلة. أطوي المنشفة بمقدار الثلث للداخل هكذا، ثم من الأسفل لف المنشفة بإحكام للأعلى. توقف في المنتصف تقريبا. افعل الشيء نفسه مع أعلى المنشفة حتى تلتقي اللفتين، ثم أطوي اللفتين في المنتصف أثناء لف أحد الطرفين للوسط. مرة أخرى لفه فوق المنطقة المنتفخة. يجب أن يبدو بهذا الشكل. بعد أن تضع ربطة الشعر حول منتصف المنشفة، ضع ربطتين أصغر في أعلى المنشفة. الآن لف شريط زينة حول ربطة الشعر الأولى. هل بدأ شكله يبدو مألوفاً لك؟ لقد حذرته، إنه دب محشو جميل. أليس ظريفاً؟ لن تخمن أبداً أنه كان منشفة يد. جيد، لقد عدت. هل هذا لي؟ هذا لطف منك.
أحبه كثيراً، تقريباً بقدر ما أحب صداقتي معك. هل تحولت كيت إلى قرد؟ من يأكل كل هذا الموز في جلسة واحدة؟ ولا تزال مستمرة. حسناً يا كيت، لقد عدت مع الأغراض التي طلبتيها. أوه لا، ليلي على وشك الوقوع بسبب قشرة الموز. يا إلهي، يبدو أن ذلك سيكون مؤلماً. استعدي يا ليلي. نعم، ها هي تسقط على الأرض. لا، احمي الصبار. سقط الصبار وسقطت الفتاة. يا إلهي، كانت سقطة مريعة يا فتاة. هل أنت بخير يا ليلي؟ بدت السقطة سيئة. يبدو الصبار شائكا بكل تأكيد. خذي قشرة الموز هذه، ستساعدك. ما الذي يجب علي فعله بها؟ لقد فهمت قصدك. يمكنني التقاط الصبار بقفازات موزية. إن اضطررت لوضع صبار في قصيص، فاستخدام قشرة موز سيحمي أصابعك. لقد تغلبت على أشواك الصبار. أترى؟ تبدو النبتة جيدة. جميلة. كنت سأعانقك لو استطعت أيها الصبار الصغير. رن الجرس، أحتاج المساحة. لا، تم القبض علي. يجب أن أتصرف بعفوية. انتظري يا ماديسون، بما أنك تحبين الرسم على السبورة، لماذا لا تحلين المعادلة؟ لا أظن أني أعرف الحل. كيت، ساعديني. لا تسأليني، لا أعرف. حقاً، أعطيني الطبشورة. سأريك الحل. استخدمي أصابعك فقط، أقصد المرسومة طبعاً. لدينا 6، 7، 8، 9، و10 على إصبع. الآن أين 7؟ هنا. والثمانية هذا الإصبع. والآن سنملأ الأرقام الأقل منهما. لدينا 5 أصابع بالإجمال، لذا سنكتب 5 هنا. وماذا عن الأصابع المتبقية؟ 3 على هذه اليد و2 على هذه اليد. سنضرب الرقمين ونحصل على 6، وهذه هي الإجابة. واو، لم أعلم أن الأصابع يمكنها فعل الكثير. أنا المعلمة الخبيرة. عودي إلى مقعدك الآن. أشعر بالقلق من الاختبار. حقاً، أظن أنه سيكون سهلاً. لا أعرف من أين أبدأ حتى. إنها لا تنظر، سأستغل الفرصة. ستنقذيني أيتها الآلة الحاسبة. هل تستخدم آلة حاسبة؟ ماديسون، أنت أمامي. آسفة، سأعيدها لمكانها. كيف سأحل هذه المسائل؟ ربما بهذه الطريقة. كلا، هذا خطأ. ما إجابة كيت يا ترى؟ مستحيل، هل انتهت من الحل؟ ما ذلك الشيء على ورقتها؟ خربشة؟ كيت، ما هذه الفراشات؟ سأريك الطريقة. هي الكسور. سأرسم دوائرا بهذا الشكل على كلا الجانبين، ثم سأحولها إلى فراشة. الآن سأضرب الزوايا. وضع الإجابة بجانب قرن الاستشعار. لا تنسى ضرب كل الزوايا. الخطوة التالية ضرب الصف السفلي، ثم قسمة أرقام قرني الاستشعار. هذا الرقم العلوي ولديك الرقم السفلي. تفضلي. واو، إنها مفيدة وجميلة. انتهيت، لنسلم أوراقنا. أحب اختبارات الرياضيات. هذا الاختبار في غاية السهولة. سأوضح إجاباتي. لا ضرر من إظهار عملي الجاد. انتهيت من حل السؤال الأول. ماذا؟ كيف انتهت بهذه السرعة؟ وبدون أي توضيح؟ كيف فعلت ذلك؟
يا معلمة يا معلمة. أوف، ماذا يا ماديسون؟ كيت، هل انتهيتي؟ حقا كان ذلك سريعا. أحسنت، تعالي ودعيني أرى إجاباتك. حسنا أنا قادمة. حسنا دعيني أرى، كل الإجابات صحيحة. ممتاز. أشعر بالغضب الشديد، لابد أنها غشت. ماديسون لا تتصرفي هكذا، سأريك الطريقة. حسنا، فقط لأني أحب التعلم. خذي الرقم واضربيه في اثنين، تأكدي من ضرب كل رقم. المجموع 6244. أضيفي الآن العدد العشري في أول خانة، وهذه هي الإجابة. واو، هذا مبهر، شكراً على مشاركتي هذه المعلومة.